الفن هو الخط المرادف للثورة. هناك ثورة كانت سلمية في البداية، وكما تعرفون أنه سوريا قامت في البداية على الأغاني والهزيج السلمية في بداية الثورة، فكان للثورة السورية نكهة وطعم آخر عن باقي الثورات العربية. لن يجد مأوى ولا حتى ظلال، الدمع سال من أجل أم والنغلة، من الدنيا ومن روحي، وحبك عندي الأعذب، وكل الأمر لي سهل، فراقكم هو الأصعب، ورمل القبر لي ورد. الأدب والفن هو روح هذه الحملات وروح التي تنبعث في الأمة، لأن الكلمات تخترق قلب الإنسان ثم تحركه فتدفعه اندفاعا للمزيد من البذل والمزيد من العطاء، سواء العطاء المالي أو العطاء في الجهد أو تحمل عناء السفر. كل هذه الكلمات وهذه خلالكم يعني أرسل تحية لحلب. هذا الاسم حلب اليوم يعني دائما بيصير أشجان كتير كبيرة في قلب كل حلبي وسوري ومسلم، وإن شاء الله عودتنا كتير قريبة لحلب وسوريا، ونحتفل هناك إن شاء الله على أرض الشهبة.